بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالمحاضرة الماضية حكينا عن الجروث فانكشن، خلصنا اموره كلياتها، شفنا كيف بنبدل بيتبدل الام بسمول ام بالام اتش اوف ام، حكينا الام اتش اوف ام كابتشر بس بالماكرو نمبر اوف دايت كومبوننت. دكتور الصوت مش كتير واضح، مش واضح الصوت هلا تمام بس قبل شوي كان شوي قطع. طيب الله يستر. المهم اللي حكيناه بالمحاضرة الماضية كان اللي هو استحدثنا أكثر، أو بالمحاضرات الماضية استحدثنا أكثر من مصطلح، واللي منهم الgrowth function والbreak point. شفنا ليش بنعمل growth function وكيف بنعمل capture للoverlapping بين الhypothesis اللي عندي لأي hypothesis، ما تختلف شو الالجوريثم تبعتنا وشو الموديل تبعنا. بالإضافة إلى شفنا شو معنى البريك بوينت وشو علاقتها بالجروث فانكشن. أخذنا بعض الأمثلة مثل البوزيتيف ريز والبوزيتيف انتربلز والكونفكس سيتس، وشفنا كيف نقيس عليهم الجروث فانكشن. هاي كاختصار عن اللي أخذناه بالمحاضرات السابقة كلياتها. بعدين وصلنا لنقطة معينة حكينا هل إنه بس بالسهولة بقدر أبدل الكابيتال أم اللي معناها disjoint hypothesis بالأم H of N اللي هو growth function بكل بساطة؟ الجواب حكينا لا، ما بصيرش، لأنه الكابيتال أم لها علاقة بالE out، والE out هي لها علاقة بالspace كامل، بينما الأم H of N له علاقة بال أو نقدر نستخرجه من خلال sample، والسامبل هاي ما بنقدر نعرف ايش قيمة الاي اوت من خلالها. فبالتالي في اثنين درسوا الموضوع هذا اللي هم البابنيك جيربونيسكي، فطلعوا لنا قانون جديد لو كيف نبدل الكابيتال ام بالام اتش اوف ام من خلال نظرية معينة ومن خلال قاعدة معينة، اللي هي السامبل الوحدة بتدل شوية معلومات عن الـ M H of N، عن الـ error موجود بالسامبل بالسبيس كامل، بينما لما نأخذ two samples E N و E N prime سميناهم بالمحاضرة الماضية بيعطوني معلومات معينة عن الـ E out من خلال علاقتهم مع بعضهم البعض. استغلوا هم العلاقة هاي لحتى غيروا على other constants، فبالتالي صارت عندي علاقة الـ Hoyfding inequality applicable على مجموعة من السيتس، على مجموعة من التجارب مش تجربة واحدة، بحيث انه probability للباد ايفنت سميناها راح تكون اقل او تساوي 4 ضرب growth function of 2n، مش 1n 2n times epsilon os minus 1 8th epsilon square n. ف بالتالي يعني هاي الخلاصة اللي أخذناها بالمحاضرات السابقة هاي كلياتها. فاللي ظل علينا بالمحاضرات هاي اللي هو بدنا ندرس ال VC dimension، شو definition تبعه بالنسبة لل VC dimension، بالإضافة إلى راح ندرس ال VC dimension الفابنيك جيربونيسكي dimension على البيرسيبترون، وبنعرف ميزة البيرسيبترون اللي هي احنا درسناها كويسه كويس، وراح نشوف كيف بنطلع البي سي دايمنشن لاي سبيس، لاي دايمنشن بالبيرسيبترون. احنا اللي درسناها حاليا بال2 دي بيرسيبترون، وعرفنا قديش الجروث فانكشن وقديش الكي اللي هو الاربع نقاط والثلاث نقاط، الثلاث نقاط والاربع نقاط، الاربع نقاط انه دائما من ال 16 الاحتمال للاربع نقاط في ثنتين ما راح نقدر نجيبهم من خلال البيرسيبترون. فبالتالي البي ان اوف اتش او البي ان فاصلة كي اللي هو بي ان الان اللي هو اربع نقاط اربعة والكي ثلاث راح يكون 14، هاي القيمة اللي طلعناها مسبقا، بينما الكي اللي هي البريك بوينت ثلاث، معناها انه ما بنقدر أكثر لأكثر من ثلاثة بوينتس، أو ما بنقدر نحصل كل الاحتمالات لثلاثة من ثلاثة بوينتس. هاي لما تكون البريك بوينت
قيمتها 3. وشفنا كيف نطلع البريك بوينت لسيستم معين، طريقة استخراجه صعبة شوي، شفنا على موديل بسيط مثل البيرسيبترون. راح نستخدم مصطلح آخر، راح نبطل نستخدم الجروث فانكشن ولا البريك بوينت، وراح نروح لمستوى أعلى من الموضوعين هذولا، واللي هو الفي سي دايمنشن. فالفي سي دايمنشن هو عبارة عن قاعدة من القواعد اللي راح نعتمد عليها دائما، حيث إنه ندرس أي سيستم من السيستمز أو من المودلز تبعات الليرنينج اللي راح نسأل عنه. على سبيل المثال إنه راح نشوف مثلا والله واحد عمل لي موديل باستخدام بيرسيبترون باستخدام طريقة معينة، بغض النظر شو هي الطريقة، لكن بيستخدم مثلا الفي سي تبعته على سبيل المثال 7 أو 10، فراح نعرف شو معنى الفي سي دايمنشن تبعته 7 أو 10. هاي راح نقصد، هاي المقصود بالدرس هذا، شو معنى الفي سي دايمنشن تبعه لما يكون 7 أو 10. إذا كان أكثر معناته هذا الزلمة يعني مستخدم طريقة كثير صعبة على سبيل المثال. فبالنسبة للمواضيع اللي راح ندرسها، أول شيء راح ندرس definition لل BC dimension، بعدها راح نشوف BC dimension كيف نقدر نحسبه من خلال ال perceptron model، بعدها راح نروح على شو معنى ال BC dimension، وهو ال BC dimension عبارة عن رقم. بعد ما نصل للطريقة هاي راح نشوف ايش 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 بتفسر الرقم هذا، شو بيفسر، بالاضافه الى ايش بيعكس بسيستم معين او بالليرنينج كليات، وايش بيعكس لما نعرفه لما نعرف قيمته، وكيف نطبقه على ارض الواقع، كيف نطبق او كيف نقيس البي سي دايمنشن على ارض الواقع. هاي كليات راح ندرسه خلال المواضيع هاي. هسه بالنسبه للبي سي دايمنشن ناخذ تعريفه. بي سي دايمنشن اوف هايبوثيسيس ست اتش، اول نقطة لازم نكون عارفينها أو بنعرفها، اللي هي إنه الـ BC dimension إلها علاقة مع الـ hypothesis set H. الـ growth function إله علاقة مع الـ dichotomy، وكلمة dichotomy بحد ذاتها معناته لازم يكون عندك sample. الـ H هي أي space، الـ space كامل، الـ set of hypotheses كلها. فالـ BC dimension هو عبارة عن قيمة تقريباً، خلينا نستبق الامور، نفس قيمه البريك بوينت بالنسبه للدايكوميتيز، لكن الفي سي دايمنشن هو معرف اوفر الهايبوثيسيس سيت كامله مش على دايكوميتي معين. هاي الفرق بين اساسي تقريبا بيناتهم، دينوتد باي دي في سي او اتش، لكن الطريقه هاي راح شوي نغيرها، راح تصير نقول دي في سي بس مباشره، لانه الاتش هي دائما ثابته ما بتتغير ما بتتغيرش، يعني هي دائما معرفه، دائما الفي سي دايمنشن معرف دائما اوفر السيت اوف هايبوثيسز. هاي باختصار معنى الفي سي دايمنشن اللي هو ذا موست بوينتس اتش كان شتر، فبالتالي انه اكثر عدد من النقاط اللي بقدر أعملهم شتر بغض النظر عن إيش هم النقاط، بغض النظر يعني من قوسين مش سامبل، لأي 4 نقاط، لأي 3 نقاط، لأي نقطتين، لأي 10 نقاط، لأي 5 نقاط، إذا قدرت أقسمهم أو قدرت أعملهم كاركترايز شو الليبل تبعهم كلياتهم صح 100%، معناته إحنا بنحكي عن إنه الفي سي دايمنشن تبعنا 10، هيك معناها. فبالتالي إله كمان علاقة بالأن، اللي هو the largest value of n for which m h of n equals 2 to the power n. يعني باختصار الـ VC dimension وعلاقته بالـ break point هو الـ VC dimension قبل أو أقل من الـ break point. الـ VC dimension أقل من الـ break point. فمن خلال النقطة ها أو النقطتين هذولا، أول نقطة هاي إنه n أقل أو تساوي ال VC dimension of H. شو المقصود فيها؟ مقصود فيها إنه ال VC dimension هو عبارة عن رقم، لنفرض إنه هاي هنا عبارة عن 15، فالآن أقل أو تساوي 15 معناته أكبر رقم الآن راح تأخذه هو 15. لما نحكي أو لما واحد يحكي لك ال VC dimension بيساوي 15 معناته أكثر عدد من النقاط H تقدر تقسم هو 15. هاي معنى الـ VC dimension 15.
اوكي. لما واحد يقول لك الان اقل من 15 بين قوسين او ضمنيا، ما دام الفي سي دايمنشن انه اكثر عدد او اكثر عدد من النقاط بقدر اقسمهم 15، معناته بقدر اقسم 14. هيك معناها، معناته بقدر اقسم 5، بقدر اقسم 7، بقدر اقسم 6. اي رقم اقل من ال 15 من النقاط بقدر اقسمه ضمنيا. فاذا انا بقدر اقسم 15، بديش اقدر اقسم 14؟ هاي معنى الجمله هاي. ف h can shatter end points اذا كان ال dvc of h اكبر او تساوي n. هاي اول قاعده واضحه اعتقد. النقطه الثانيه، والله سؤال، تفضلي. هسا شو فرقت عن الدايكوميتز؟ الدايكوميتز لازم التقسيمات مشان اطلع الدايكوميتي. اوكي، الماكسيمم نمبر اوف دايكوميتز لازم يكون عندي سامبل. اوكي اوكي. البي سي دايمنشن مش لازم يكون عندي سامبل لاي سبيس. تمام. لاي سبيس معناته ضمنيا قاعدين نحكي عن اي سامبل من هالسبيسات. تمام، وصلت. البي سي دايمنشن لما يكون قيمته 10 اوكي، او مثلا 5 او اكس خلينا نسميها، معنى هالحكي هذا انه في سامبل من 5 نقاط، في سامبل ممكن واحدة، ممكن اثنتين، ممكن ثلاث، بس على الاقل في واحدة بقدر اقسمها بطريقة سهلة. هاي معناها، يعني هو معنى مختلف شوي عن البريك بوينت، لكن هيك معناها. لما تحكي البي سي دايمنشن على سبيل المثال بتساوي 15، اوكي، معناها انه في عندي سامبل من 15 البوينت بقدر اقسمهم. هيك معناها. هسه ممكن كمان بنفس الوقت يكون في عندي سامبل من 15 بوينت ما اقدر اقسمهم. هذا لا يعني انه البي سي دايمنشن لا تساوي 15. احنا ركزوا معي شوي. هسه مشان تثبت جمله، مشان تثبت جمله بكفي انك تجيب جمله واحده عكسها، صح ولا؟ اذا جبت واحده عكسها معناته الجمله هاي غلط اللي اعطيتك اياها، صح؟ اوكي. هسا مشان تثبت جمله انها غلط ما بكفي تجيب جمله واحده انها صح. وضحت اللي ممكن الفكره بدي اوصلها؟ مشان تثبت جمله انها غلط ما بكفي تجيب جمله واحده انها صح. بدك تثبت انها غلط، هي نفسها تثبت انها غلط، مش تثبت انه في لي شيء ثاني الها صح. في مسليدنج بينتهم الثنتين هاي، بيستخدموه بالاثبات تبع الرياضيات، بالاثباتات تبعت الرياضيات. هون نفس الشيء. هون شو بحكي لك؟ بحكي لك الفي سي دايمنشن 15 معناها انه في تشكيله من 15 بوينت، 15 بوينت بشكل معين بقدر اقسمهم على عيني وراسي. هسه جمله ثانيه، هاي اخذنا الجمله معناها. جمله ثانيه لو جيت على جنب وحكيت لك جمله ثانيه، هاي ركز معي، قلت لك ما بقدر اقسم 15 بوينت. هل الجمله هاي بتحمل معنى انه الفي سي دايمنشن راح يكون اقل من 15؟ الجواب لا. لو قلت لك ما بقدر اقسم ولا اي 15 بوينت، معناته الفي سي دايمنشن راح يكون اقل من 15 اكيد. ركز شو اللي حكيته انا قبل شوي. حكيت قبل شوي كالتالي، ال VC dimension لسيستم معين بغض النظر شو السيستم هذا، على سبيل المثال 15، معناها انه في عندي 15 بوينت بقدر اقسمهم بغض النظر شو هم هذول 15، بغض النظر كيف شكلهم، بغض النظر. على جملة ثانية on the other hand، لو حكيت لك التالي، بديتها كالتالي، قلت لك ما في عندي ولا اي 15 نقطة بقدر أقسمهم، معناته ضمنيا الـ VC Dimension راح يكون أقل من 15. لكن لو حكيت لك إنه ما عندي حاليا ما عندي حاليا 15 بوينت بقدر أقسمهم، معنى جملتك إنه بالمستقبل ممكن يكون عندي. فبالتالي هذا لا يعني إنه الـ VC Dimension لا تساوي 15 أقل من 15، هذا ما بتعني الجملة. ممكن تساوي 15 لو بالمستقبل طلعنا بطريقة لحتى اقسم 15 بوينت ما طلعناش فيها حاليا، معناته الفي سي دايمنشن بيكون 15. هاي علاقه الفي سي دايمنشن بالان بوينتس وبالهايبوثيسز.
ممكن الهايبوثيسيس تبعتي تكون مش موجودة حاليا. اوكي، لما يخترعوها بالمستقبل بصير البي سي دايمنشن 15، لكن حاليا انا ما بقدر احكم 100% انه البي سي دايمنشن اقل من 15. كلمه اقل من 15 معناته هو فعليا اقل من 15، لكن هو ما بعرف انه اقل من 15 ولا لا. لحتى اجرب كل الهايبوثيسز الموجودات في العالم ما تعطيني ولا واحدة اي توزيع لل 15، متى بقدر احكم وقتها انه البي سي دايمنشن اقل من 15. هاي نقطة. النقطة الثانية الـ K اللي هي الـ break point للسيستم معين، الـ break point أكبر من الـ VC dimension. دائما الـ break point للـ perceptron بالـ 2D model قديش كان؟ 4 إذا ذاكرين صح؟ كان 4 بالـ 2D. هسا معنى هالحكي هذا إنه الـ VC dimension راح يكون أقل من 4 ولا ما بيصل 4، مستحيل يصل 4، راح يكون اقل 4. فعلى الاقل الفي سي دايمنشن راح يكون 3 للسيستم هاب لل2 دي دايمنشن او لل كي البريك بوينت هي 3 كانت عفوا بال2 دي دايمنشن، فالفي سي دايمنشن راح يكون اقل منه على الاقل بواحده، فبالتالي راح يكون 2 الفي سي دايمنشن. راح نشوف شو علاقتها وشو المعنى تبعها. فالكي هي البريك بوينت لا H. اوكي، فال VC dimension دائما بيكون اقل من ال K. هاي القاعدة. هسه احنا كونه شفنا علاقة ال VC بال K وبنعرف كيف بنطلع ال growth function لسامبل معينة باستخدام الطريقة هاي، هون في عندي K plus 1 لل VC dimension بقدر احكم انه ال MH of N لأي N هسه لأي N راح يكون أقل أو تساوي بدل K minus 1 هون حطينا ال DBC اللي هو ال VC dimension، والماكسيمم باور أكيد راح يكون N DBC N أس DBC اللي هو الماكسيمم باور اللي بقدر أحصل عليه اللي هو البولينوميال راح يكون بالنهاية. فهي علاقة ال VC dimension بال break point وبال growth function لقدام راح نستخدمها. حاليا خلينا نستخدم ونشوف examples على ال VC dimension. أول example راح نشوفه اللي هو ال positive rays. ال positive rays أكثر عدد من النقاط اللي بقدر أعمل لهم بقدر maximum number of dichotomies لعدد النقاط بال positive rays قديش كان؟ 1. شفنا 2 ما بقدر، 2 ما بقدر، فبالتالي ال break point كانت 2 بال positive rays، فبالتالي ال DBC بتساوي 1 لل positive rays. على نفس المبدأ ال H بال 2D perceptron لثلاث نقاط قدرنا نقسمهم بدون أي مشاكل، لما صاروا 4 نقاط بال 2D ما قدرنا، فبالتالي أكثر عدد من النقاط اللي بقدر أقسمه بال 2D اللي هو 3 بال 2D، فالدي بي سي هو عبارة عن 3. اوكي، فبالتالي للبيرسبترون بال 2D موديل، بال 2D موديل لل X و Y، هاي هون X وهاي هون Y. اوكي، لل X و Y عندي النقطة هاي أو النقطة هاي أو النقطة هاي، بقدر أقسمهم كل سهولة ما فيها مشكلة. فأكثر عدد من النقاط بقدر أقسمهم بدون أي مشاكل، بقدر أقسم كل الاختلافات تبعتهم كل الدايكوميتز اللي هو 3 نقاط. لما يصيروا 4 نقاط في عندي حالتين ما راح أقدر أقسمهم بالمرة، فبالتالي راح أصل لنقطة إنه الVC dimension ما راح يغطي الحالتين هذول إذا كان 4. فبالسبب هذا إنه الVC dimension هو أو بالعربي معناه إنه القدرة على تقسيم أي 3 نقاط بالسيستم من خلال السيستم هذا. فل 3 نقاط أنا أوكي بال 2D perceptron، لما يكون 4 نقاط لا مش أوكي، فبالتالي في بعض الحالات ما بقدر أقسمهم أنا بال perceptron، فبالتالي DBC هو أكبر عدد من النقاط اللي بتقدر تقسمهم وهو 3، أكبر عدد من النقاط
اللي بتقدر تقسمهم، مش اللي بتقدر ما تقسمهم او في احتماليه ما تقدرش تقسمهم. هاي الفرق بين الدي في سي والبريك بوينت. بالكونفكس سيت كان الدي في سي يساوي انفينيت. ليش؟ لانه اعطيني اي شكل من الاشكال من البوينتس لما يكونوا على بيراميتر للسيركل بقدر اقسمهم بسهوله، ما فيها اي مشكله. لكن حكينا الوضع حاد، او بجوز حكينا مسبقا انه هذا الوضع يعني متساهل جدا انت بايجاد هذا الوضع. بالوضع الطبيعي ما راح يكون في عندي نقاط موزعه على شكل على محيط دائره، ممكن يكون شكل اخر بالكونفكس سيت. فبالتالي هذا الشكل احنا وجدناه بالعمد لحتى نوجد الماكسيمم نمبر اوف دايكوميتيز. فممكن بالوضع الطبيعي باستخدام الكونفكس سيت نصل للليرنينج ونقدر نعمل جنراليزيشن حتى لو الدي بي سي بيساوي انفينيت، لانه شكل النقاط ما راح تكون على بيرميتر اوف اي سيركل، راح تكون شكلها مختلف، ممكن تكون شكل هيك على سبيل المثال النص الزرعنا، راح تكون شكلها هيك على سبيل المثال. اوكي، بدل دائره كونفكس سيت هيك في دايكوميتيز بقدر احصل عليهم، في دايكوميتيز ما بقدر احصل عليهم. فبالتالي عدد الدايكوميتيز راح يقل، عدد الدايكوميتيز راح يقل. فبسبب هذا ممكن يكون في عندي ليرنج اذا كانت في عندي كونفكس سيت. لكن يعني احنا اخذنا رسمه بحيث انه انتج اكبر عدد من الدايكوميتيز، فباستخدام الدايكوميتيز هاي ماكسيمم نمبر اوف دايكوميتيز لو بدنا نحط لها علاقه او نعطي علاقه معها مع الدي في سي، فبالتالي الدي في سي راح يكون انفينيت لانه بقدر اشكل ايات دايكوميتي، ايات دايكوميتي من شكل هذا بقدر اشكلها ما فيها ايات مشاكل، فالدي في سي بيكون انفينيت. هاي كخلاصه بين الدي في سي والكونفكس سيت. طيب خلينا نيجي ساعات لموضوع جديد او شغله جديده، اللي هو شو علاقة الـ VC Dimension بالليرنينج. علاقته بكل بساطة إنه إذا عرفنا إنه DVC is finite رقم زي قبل شوي 1-3 معناته G will generalize. G اللي هي من H will generalize. الـ G هاي اللي هون هاي اللي هي تقريبا حكينا بتساوي الـ F اللي هو target function. فالـ G هي من ضمن الـ H اللي هي الـ Hypothesis Set. هسه الـ DVC إذا كان Finite معناها العملية هاي إنه الـ G الـ Output البرنامج تبعك أو السيستم تبعك أو الموديل تبعك نقدر نعمل له Generalize. طبعاً Generalize زي ما حكينا بالمحاضرة الماضية Generalize for better for worse ما لناش دخل. It could يعني it could be doing very poorly in sample or we could generalize or it could perform very good in the in sample and we generalize. هي good generalization بالpoor أو الgood ما فيهاش مشكلة. فالDVC إذا كان finite معناته G نقدر نعمله generalize. هاي يعني جنرالايز معكم نعمم نقول انه والله التعميم انه هاي الهايبوثيسز هاي ماخذينها من خلال ليرنينج نقدر نعمم عشان نسيب القاعده هاي كليات هاي الدايجرام اللي رسمناه بالمحاضرات السابقه. هاي العمليه الدي في سي عمليه اختيار او قياس الفي سي دايمنشن هي اندبندنت اوف ذا ليرنينج الجوريثم. هاي الليرنينج الجوريثم هون الليرنينج الجوريثم هي عبارة عن طريقة ملخصها كالتالي، بغض النظر شو الليرنينج الجوريثم، بغض النظر شو هي كانت سبورت فيكتور ماشين نيورال نتورك بيرسيبترون اي شيء معين ما بهمنيش اي الجوريثم. الالجوريثمز اللي احنا بنعرفها حاليا الالجوريثم هاي وظيفتها كالتالي، هي عبارة عن طريقة لحتى تختار هايبوثيسز تعمل لك شتر للبوينتس. هاي هي يعني كتجريب بغض النظر عن الطريقه اللي احنا بنستخدمها لحتى نعمل كلاسيفيكيشن. بغض النظر اي طريقه، يعني باختصار اي طريقه بدك انت تستخدمها لحتى تعمل كلاسيفيكيشن، اي طريقه هي عباره عن طريقه اسمها طريقه لحتى نوصل
لا 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 تقسيم للبوينتس اللي عندك من الداتا سيت اللي عندك. مش لازم يكون عندك داتا سيت وبدك تستخدم الجوريثم. ليش بنستخدم السبورت فيكتور ماشين؟ ليش بنستخدم النيورال نتورك؟ مشان نصل للنقطه حيث انه اقدر اقسم النقاط هذه. التقسيم كتقسيم موجود، كيف بدك توجد التقسيم؟ هاي هي الطريقه الالجوريثم. فبالتالي التقسيم موجود ولا مش موجود مش مهمتي، ما دام بقدر اعمل جنرالايز معناته التقسيم موجود. هاي مقصود بالجنرالايزيشن، لما تيجي تعمل جنرالايز معناته في تقسيم موجود بغض النظر عن التقسيم كويس ولا مش كويس، التقسيم موجود. كيف وجدت التقسيم هذا؟ هاي الالجوريثم تبعتك. فبالتالي الالجوريثم ما لها علاقه بالفي سي دايمنشن. الالجوريثم اللي انت بتختارها ما لهاش علاقه بالفي سي دايمنشن. هاي اول نقطه، يعني ال what will happen regardless of which hypothesis you pick ما لهاش علاقه. هسه بنفس الموضوع هاي الفي سي دايمنشن برضه ما له علاقه بالبروبابيلتي ديستريبيوشن للاكس. الاكس هاي اللي هو اللي احنا اخترنا منها الاكس هاي. ليش؟ بيكوز هسه احنا دائما بنحاول نختار النقاط that maximizes the points هاي training samples that maximizes the number of dichotomies. صحيح ماشي. وهالطريقه هاي اختيارك للنقاط ما إلهم ولا اي علاقه بالبروبابيلتي ديستريبيوشن اللي انت عمالك تختار منه. انت اللي راح تختار بالنهايه، انت راح تقول لي هاي النقطه هون بدي احطها، وهاي النقطه بدي احطها هون، وهاي النقطه بدي احطها هون. انت اللي اخترت، انت اصلا ما بتعرف شو البروبابيلتي ديستريبيوشن تبع النقاط اللي اخترت منها اللي اخترتها. فبالتالي البروبابيلتي ديستريبيوشن تبع البوينتس تبع تبع الاكس هاي وإله أيات علاقة بالفي سي دايمنشن لحد الآن، أو independent of input distribution. شو الانبوت ديستريبيوشن؟ بهمكيش تعرف شو الانبوت ديستريبيوشن الخلاصة لحتى تعرف شو هو الفي سي دايمنشن تبع السيستم تبعك. هاي النقطة الثانية، مشان هيك لونها بالجري. والنقطة الثالثة، أصلاً كل الاناليسز اللي حكيناها شو هو التارجت فانكشن، شو هو التارجت فانكشن، ما كنا نعير انتباهنا لايش هو التارجت فانكشن. كنا نقول هو عباره عن التارجت فانكشن بيعطيني بلس 1 سالب 1 بلس 1 نيجاتيف 1. كيف اعطاني اياهم؟ ما كناش نجيب سيره لا كيف اعطاني اياهم، كنا نحط هون اي احتمال، هون اي احتمال، هون اي احتمال، بغض النظر شو احتمال الليبل تبعت السامبل هاي. فبالتالي اختيار الهايبوثيسز الجي ولا إله أيات علاقة بالتارجت ديستريبيوشن أو بالتارجت فانكشن الأف، ملوش علاقة، إنديبندنت. فبالتالي التارجت اختيار عملية اختيار الجي اللي هي راح نشوف شو علاقة البي سي دايمنشن فيها، عملية اختيار الجي ما بتعتمد على الليرنينج ألغوريثم، ولا بتعتمد على البروبابيليتي ديستريبيوشن، ولا بتعتمد على التارجت فانكشن. كل ما هنالك بس تعتمد على شو هي الهايبوثيسيس ست تبعتك، بالاضافه الى ايش التريننج اكزامبلز تبعونك ايش هم. ليش؟ لانه ممكن يكون معك تريننج اكزامبلز سيئات جدا، تصل لحل والحل تبعك هذا يكون سيء جدا. بس ليش الحل تبعك طلع سيء؟ لانه النقاط اللي انت استخدمتها كانت سيئه. هاي المقصود فيها هو. فبالتالي ليش حطيناها بس مشان العلاقة هاي بين الـ VCD؟ ليش حطينا training example بس لحتى نحكي له إنه بعض الأحيان ممكن تختار أنت hypothesis G من set of hypothesis H والG ما تكون قوية enough. شو يعني ما تكون قوية enough؟ يعني الـ error rate فيها عالي جدا. ليش بتوصل لك لـ error rate عالي جدا؟ لانه التريننج اكزامبلز تبعونك اللي انت استندت عليهم لحتى تطلع الجي كانوا سيئين. فالتريننج اكزامبلز لهم علاقه باليه اختيار الجي، بس الجي موجوده ولا مش موجوده ما لهاش علاقه بالالجوريثم. الالجوريثم اللي انت قاعد تستخدمها هي عباره عن طريقه لسيرش. انت عملت في هايبوثيسز انفينيت هايبوثيسز، والالجوريثم اللي انت بتستخدمها هي عباره عن طريقه لحتى توجد لك افضل هايبوثيسز بيناتهم، بنسميها جي. فهل
الجي هاي بتعتمد على الالجوريثم اللي انت استخدمته لحتى تختار الجي؟ جواب لا. فالجي بتعتمد على شيء اساسي اللي هو ايش الهايبوثيسز ست اللي انت راح تختار منه، بالاضافه الى ايش التريننج اكزامبلز اللي راح تستند عليهم بعمليه الاختيار. واضح شو الخلاصه ولا شتيت كثير؟ حدا له ايات سؤال لحد الان؟ ريما؟ لا تمام دكتور، وصلت. اوكي دكتور تفضل. اريد يعني بالنهايه الدي في سي هي الجي الايش؟ الدي في سي هي الجي، الدي في سي اللي هي الجي. لا، الدي في سي لها علاقه، هل انه الجي بقدر اعملها جنرالايز انه في عندي تعميم انه والله كويس الامور او لا؟ شو معنى جي تنتمي لاتش والجنرالايز؟ معناته بقدر اعمم واقول انه جي كويس، بس هاي الكلمه هاي بحد ذاتها بدها شرح كبير. بدي اثبت انه عمليا في عندي ليرنينج. فالدي بي سي اذا كان فاينايت، يعني لخصنا كل المعلومات هاي، هل انه دي بي سي فاينايت ولا لا؟ اذا دي بي سي فاينايت معناته جي والجنرالايز، وما دام جي والجنرالايز معناته الايرور اللي فيها راح يكون اكسبتابل بالنسبه للايرور الموجود بالسيستم ككل، وراح يكون اقل من ابسيلون، ما راح يكون اكبر من ابسيلون. قديش ابسيلون انت احنا بنحددها حسب الداتا سيت اللي عندي، حسب كم سامبل عندي، الايرور هذا قديش قيمته ما بيهمنيش اعرف قديش قيمته بالضبط، لكن بقدر اقول انه الجي اللي انا اخترتها كويسه. هسه بجوز اخذتوا كورسات كلاسيفيكيشن، اخذتوها مسبقا وطبقتوا عليها طرق كثيره، ممكن تمسك طريقه وتقول والله انا طلعت بنتيجه والله عبيط، على سبيل المثال انه الكلاسيفيكيشن تبعي طلع لي 65% اكيوريسي. هسه لما تحكي انه 65% اكيوريسي، اذا طريقتك جنرالايز بغض النظر قديش طلعت لك accuracy، معناته كويسات ال 65% مش سيئات، لكن احنا دائما بنطمح لرقم اكبر من 65%، بس مش هذا قصدنا فيه. قصدنا فيه هل ال 65% هذول ماخوذات من شيء، من طريقه في ليرنينج بالموضوع ولا لا؟ اذا في ليرنينج بالموضوع كويسات ال 65% مش سيئات. بس ساعات لما نحكي بالطريقه هاي انه والله كويسات 65%، بنروح بندور على طرق ثانيه نوصل لرقم اعلى من 65% على سبيل المثال. وضحت النقطه الرئيسيه يعني اللي حاب اوصلها، انه بغض النظر عن الموديل اللي انت بتستخدمه، بغض النظر عن الاكيوريسي اللي انت بتستخدمه، هل بقدر استخدم الموديل تبعك ولا لا؟ اذا بقدر استخدمه معناته مش مشكله، الاكيوريسي تبعته راح ترتفع لو ازيد الليرنينج تبعه اكيد at some point. بس انا اذا بعرف، على سبيل المثال انت اعطيتني 65%، بس انا على يقين انه طريقتك بالاختيار وطريقتك بالتفسير وطريقه والارقام اللي انت استندت عليها بالاستنتاج كلها غلط بغلط، بقدر اخذ 65%؟ جواب لا. اوكي، ف الدي بي سي هي عباره عن ملخص، بس يعني من خلال رقم واحد بقدر اقول هل انه الميثود تبعتي او الموديل تبعي كويس ولا مش كويس، بقدر استخدمه ولا ما بقدر استخدمه. الطريقه هاي ما بتعتمد على الالجوريثم اللي انت بتستخدمها، ولا بتعتمد على الانبوت اللي هو الاكس من اي ديستريبيوشن جاي، ولا بتعتمد على انه الواي من اي ديستريبيوشن كمان جاي، او من اي شو التارجت فانكشن بالضبط تبع هالديستريبيوشن هاب، ما بتعتمد ولا على اي واحد فيهم، تعتمد بس على التريننج اكزامبلز اللي انت بتاخذهم بعين الاعتبار لحتى تعمل منهم البروجرام تبعك، والهايبوثيسيس سيت. ايش هي الهايبوثيسيس سيت اللي انت بدك تستند عليها؟ هل هي بوزيتيف ريز؟ هذول عباره عن طرق. الهايبوثيسيس سيت هي عباره عن طرق اللي ممكن تستخدمها لحتى تقسم الاكزامبلز تبعونك. فالدي بي سي هي عباره عن طريقه لحتى تعمل كوانتيفايز، هل انه الليرنينج، هل انه الاوتبوت تبع الليرنينج الجورثم تبعك
بقدر اعمله جنرالايز يعني بقدر استخدمه ولا ما بقدرش ببساطة. اذا انه فاينايت اوكي بقدر استخدمه، اذا انه مش فاينايت بقدر ايش استخدمه. هاي الخلاصة تبعتها. طيب راح نشوف هسه شو علاقة ال VC dimension بالبيرسبترون. راح نشوف شو علاقة ال VC dimension بالبيرسبترون او كيف ممكن احسبها بالبيرسبترون. هسه لما كانت ال D بتساوي 2 يعني dimensionality للبيرسبترون كانت بتساوي 2، ال DVC كانت بتساوي 3. شو معناها؟ انه بال 2D بيرسبترون بال 2D XY اذا كان عندي 3 نقاط بقدر اقسم اي تقسيم او اي احتمال للثلاث نقاط هاي بقدر اقسمهم كلياتهم. دي بتساوي 2 دي دايمنشن والدي بي سي بتساوي 3. هاي معناها لأربعة بقدرش، فبالتالي البريك بوينت كانت 4 بالبيرسبترون. البريك بوينت كانت 4. فعلاقة الدي بي سي دائما علاقة الدي بي سي دائما اللي هو 1 بلس الدايمنشن، 1 plus dimension in general 1 plus dimension. هسه شو معنى النقطة هاي؟ إذا عندي سيستم على سبيل المثال ظل عنده أقل من دقيقة، راح نبدأ المحاضرة بعديها مباشرة صح؟ شو اتفقنا؟ دكتور لل 11:30 كأنه صح؟ راح نبدأ سيشن آخر بعد